اذا ناخذ رح ناخذ فكره الترانسفير فانكشن بتعتمد انه عندي سنجل انبوت سنجل اوتبوت للينير تايم انفيرنت سيستم لينير تايم انفيرنت سيستم عندي سنجل انبوت سنجل اوتبوت يعني عندي مثلا هون اكس 1 اوف تي والاوتبوت اكس 2 اوف تي وعم بطلع على هون ترانسفير فانكشن في الاس دومين او بعدين رح تصير في الزد دومين اللي هي بتعطيني علاقه ما بين الانبوت والاوتبوت اتس دايناميكال ريليشن شيب دايناميكال ريليشن شيب يعني بتوصف لي كيف الداينامكس بين هدول الانبوتس والاوتبوتس بيختلفوا طبعا في سبب ومسبب سبب هذا هو السبب لهذا فاذا بغير في هذا رح اشوف اختلاف في هذا ما بصيرش هذا يتغير قبل هذا ما يتغير بنسميه كوزال كوزاليتي اذا خلينا ناخذ هلا بعض السيستمز امثله بسيطه على بعض السيستمز اليوم رح ناخذ ابسط سيستم اللي هو الار سي سيركتس ناخذ سمبل فيرست اوردر سيستم ار سي سيركت عندي هون ار وعندي هون سي هون رح ادخل انا في انبوت اوف تي وبدي اشوف الاوتبوت اللي بصير عندي في الفي اوتبوت اوف تي هذا كانه بلوك دايجرام سيستم تفضل لو جينا حطينا خط احمر هون هذه حدود هذا السيستم وهذه هون الانبوت والاوتبوت لهذا السيستم اللي يعني لو في انبوت اوف تي والاوتبوت في اوتبوت اوف تي بدنا نطلع ترانسفير فانكشن ما بينهم لازم نستعمل ايش بدي اطلع الديفرنشال ايكويشن بكتب اول شيء الديفرنشال ايكويشن باستعمال القوانين الاساسيه اللي هي نيوتن الثاني او نيوتن بغض النظر اي قانون او حفظ الطاقه او حفظ المومنتم حسب هاي بكتب العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت كديفرنشال ايكويشن بعدين ايش بعمل في الديفرنشال ايكويشن؟ باخذ اللابلاس ترانسفورم تبعهم اللابلاس ترانسفورم بعمل ارينجمنت وبصير عندي علاقه ترانسفير فانكشن هي بين الانبوت والاوتبوت هي الاوتبوت على الانبوت اذا خلينا نكتب الديفرنشال ايكويشن هون بدي اخذ كي في ال فراح اعتبر هذه اسمها اي اوف تي مضبوط اذا اخذت كي في ال كي في ال بقول انه مجموع الفولتجز حوالين اللوب بيساوي زيرو او انه الفولتج هذا اذا باخذ هذا بلس ماينس يساوي الفولتج هذا زائد الفولتج هذا مش الفولتج بين النقطتين متساوي اذا عندي في انبوت اوف تي بيساوي اي في ار اي اوف تي لاحظوا هون احنا حتى ناكد انه هذا متغير مع الزمن حطيناه از فانكشن اوف تايم لكن ار كونستنت لانه السيستم هون تايم انفيريانت ار ما بتتغير مع الزمن ولا سي بتتغير مع الزمن اذا زائد عندي علاقه الكاباستر هي كيو على سي مش هيك كيو على سي لكن كيو شو بتساوي الشحنة اللي موجودة على الكاباستر بتساوي التكامل من 0 ل تي اي اوف تاو دي تاو مش هيك هاي كلهم متذكرينها انتم من التكامل الكرنت شو بعطيني؟ كيو الشحنة مش هيك؟ إذا عندي أنا هون أو إذا بدكم نحط هذه هلا نحطها في اوت اوف تي هاي بتكون المعادلة الأولى مش في اوت اوف تي هي نفسها في سي لكن كمان أنا عندي هون في اوت اوف تي بتساوي Q of T على C مش هيك؟ لكن Q of T شو بيساوي؟ بيساوي التكامل من 0 ل T I of tau D tau 1 على C هاي المعادلة الثانية مضبوط؟ هلا هاي رح اشتق هاي المعادلة عشان تخلص الانتجريشن الموجود هون إذا اشتقيتها شو بتصير في؟ بتصير في out dot بتساوي 1 على C في I اوف تي وهي بتصير المعادلة الثالثة، راح أعوض ثلاثة وين؟ واحد آخذها أعوضها في واحد، إذا عوضت ثلاثة حطيتها في واحد بصير عندي محل أي اوف تي إيش بصير عندي؟ واحد بصير هلا هاي قسم السي هون بصير عندي أي اوف تي بتساوي سي مضروبة في في أوت اوف تي دوت وباخذ هلا هاي اللي هي أربعة بعوضها في واحد، لما بعوض أربعة في واحد راح تعطيني في انبوت اوف تي بتساوي محل اي اوف تي بحط سي في اوت اوف تي بصير عندي ار سي في اوت اوف تي دوت زائد في اوت اوف تي هاي بنسميها خمسه وبعدين هلا انا جاهز ايش اعمل؟ لابلاس ترانسفورم لما باخذ لابلاس ترانسفورم من اللور كيس بتحول الكونفنشن انه بحول اللور كيس لابر كيس بصير عندي في انبوت اوف اس بتساوي ار سي في اوتبوت اوف اس لكن الدوت ايش تتحول؟ الديفرنشيشن في التايم دومين شو بتحول بالفريكونسي دومين؟ ضرب في اس زائد في اوت اوف اس هاي راح تصير ستة هلا لكل اللي بدي اعمله بدي اعمل ري ارينجمنت لهدول بطلع في اوت اوف اس برا هون بصير عندي في انبوت اوف اس بتساوي في اوتبوت اوف اس مضروبه في
واحد زائد ار سي اس 7. وبعدين هلا بقول انه ترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم رح اسميها اف اوف اس بتساوي الاوتبوت على الانبوت وتساوي في اوت اوف اس على في انبوت اوف اس وتساوي 1 على 1 زائد ار سي اس. وهي هي الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم. الترانسفير فانكشن بدلاله ايش؟ اس. هذا هو الكونفنشن، الطريقه الكونفنشنال حتى اطلع الكل ماشي متابع هاي واضحه بالنسبه له؟